السلام عليكم. دلوقتي الفيديو ده صغير يعني كده، ايه هوضح ازاي ممكن تنزل لايبرري لو هي مش موجودة عندك، يعني زي التراسونيك او ليكويد كريستال، يعني كانت الحاجة دي عايز تنزلها يعني. ف هنبدأ الكلام دلوقتي مع بعض. انا هفتح اردوينو اهو عادي. طيب بص، انا مثلا كنت بجرب اكتب الالتراسونيك اللي هي اللايبرري بتاعتها، بس للاسف مش شغالة معايا لان هي اصلا مش موجودة عندي. ولما باجي هنا بعمل سكتش include library، بروح مثلا بدور فين الالتراسونيك، مش بلاقي الالتراسونيك موجود. كده معناه ان هي مش موجودة عندك، محتاج تنزل. فهتروح فين؟ من نفس الحاجة، من سكتش include library هتروح على manage libraries. استنى يفتح معاك كده ويحمل. هسيبه خلص لحد ما الداونلودنج libraries ده يخلص والابديتنج يخلص. تمام. بص، اول ما تلاقي ان الماوس هنا بيبلينك عندك اهو كده، يبقى كده خلاص هي جاهزه انت تشتغل. فانا عايز ادور على الالترا سونيك لايبرري، فاكتب ايه الترا. طبعا ايه، استنى بقى شويه كده هيابديت، هو دلوقتي بيسيرش. نبدا بقى ننزل واحده واحده. انا بدور على اسم اللايبرري في الالترا سونيك، اهي ظهرت عندي اهي التراسونيك. طبعا لازم نفس الاسم بالظبط، تمام، عشان في التراسونيك مثلا دي اتش سي، دي لايبرري مختلفه عن دي، تمام. فاحنا شغالين بالالتراسونيك دي، هنيجي عندها وتدوس انستول، فيحصل بس استنى دقيقه بالظبط، هيقول لك ايه ان هي خلاص كده انستول ده عندك وبقت موجود دلوقتي. انا ممكن استخدمها عادي ازاي؟ ابص كده، حتى تبص اول ما نزلت عندي بدات ايه تنور عندي. بص بقت موجودة عندي ازاي اهو. وطبعا لو دخلت برضك على سكتش انكلود لايبريز هتلاقيها بقت موجودة عندك. بس كده، ده ازاي تنزل لايبراري ايا كانت هي ايه، ايا كان نوع اللايبراري انت عايز تنزله، بتبقى بنفس الخطوات يعني. السلام عليكم.